أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا الدكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة السابق. نتناول معاه اليوم بداية أو انطلاق مفاوضات جدة بين الدعم السريع والجيش، حيث رشحت معلومات كثيرة أنه الوفدين عادوا إلى جدة وبدعوا إجراء مفاوضات بهدف إيقاف الحرب وإنهاء الأزمة كلها. من جانب ثاني أن السعودية وتركيا أصدروا بيان أشاروا لموقفهم من الحرب الدائرة في السودان وكيفية حلها. أهلا ومرحبا بك دكتور صديق تاور في راديو دبنجة. أهلا بك أستاذ الصادق وبإذاعة وراديو دبنجة وبالسادة والسيدات المستمعين. دكتور، يعني سمعت بما رشح حول بداية المفاوضات في منبر جدة بين الدعم السريع والجيش، برأيك يعني الجديد شنو هذه المرة بميز الجولة دي من الجولات السابقة اللي فشلت إنها حتى تقر هدنة لإيقاف الحرب مؤقتة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية؟ أي نعم، الجديد في هذه الهدنة أو هذه الجولة من المفاوضات إنه سبقتها بعض الإشارات الإيجابية من جانب الجيش تحديدا، متمثلة في تصريحات نائب القائد العام للجيش اللي هو الفريق أول شمس الدين كباشي، واللي أعلن عن يعني استعدادهم ويعني توجههم للتعامل الإيجابي مع أي يعني مساعي جادة لوقف الحرب، وإنهم منفتحين على أي حلول جادة. هذا يعني التصريح جاء في وقت يعني كانت فيه الأجواء الحرب مستعرة والأفق يكاد يكون مسدود ولا يوجد اختراق، ولكن هذا التصريح فتح يعني نافذة ولو صغيرة للأمل ولاستعداد الجيش تحديدا إنه يتجاوب إيجابيا مع منبر جدة بعد أن كان هناك ممانعة كثيرة وتحفظات واعتراضات على الانسحاب من المنبر ومنبر الإيجاد والاتحاد الأفريقي وإلى آخره من كل ذلك، فهذا جاء أعاد الموازين وبالتالي هيا لفرصة إيجابية. أيضا تلاه تصريحات في ذات الاتجاه من جانب الدعم السريع باستعدادهم للسير في اتجاه التفاوض والحلول السلمية، هذا من جانب الطرفين. يعني الشيء الجديد، الشيء الآخر كما تفضلت في يعني المقدمة، إنه أيضا سبق هذه الجولة حراك إقليمي كبير، آخره كان البيان التركي السعودي، واللي قبله كانت هناك قمة دول الجوار في القاهرة واللي كلها أمنت على ضرورة حل الأزمة السودانية ووقف الحرب في السودان لما يسبب ذلك من يعني استمرار الحرب من مهددات للإقليم ككل، وبالتالي هناك تفاهم وتوافق بين دول الجوار الإقليمي المحيط السوداني على أهمية يعني محاصرة الحرب في داخل السودان ووقفها. هذا جانب مهم جدا، وأيضا أكد على ضرورة التكامل مع جهود كل المبادرات السابقة، سواء الإنجاد الاتحاد الإفريقي منبر جدة وإلى آخره. إذن يعني هذا كله مأخوذ بشكل مشترك مع البيان المشترك التركي السعودي، يفيد أيضا بدعم إقليمي خارج الإطار الأفريقي والعربي، دخول تركيا كطرف داعم لمنبر جدة اللي أصلا هو منبر ثنائي ما بين الولايات المتحدة وما بين المملكة العربية السعودية. فهذه كلها عوامل يعني تدفع باتجاه فرص إيجابية لنجاح هذه الجولة بعد 3 أشهر كاملة
من الاقتتال اللي ما انتهى يعني منتصر، ولم ترجع كفة لصالح أي من الطرفين. وتأكد مع بداية الشهر الرابع أن الرهان على المواجهة العسكرية والحسم العسكري غير مجدي، ويعرض البلد كلها للانهيار، ويهدد أمن الإقليم. وأيضا يعني يؤكد يعني عزلة الاتجاه التصعيد والاستمرار في الحرب، يعني من خلال يعني الرفض الواسع للمواطنين السودانيين من الانخراط في دعوات التصعيد والتسعير الحرب، ويعني صب الزيت على النار ومحاولة الفتنة. وأصبح الصوت الوحيد والمعزول هو الصوت الداعي للحرب، وانحصر هذا الصوت في يعني جماعة الإسلام السياسي أو من فلول النظام السابق الموجودين يعني في بعض المواقع، الأجهزة التنفيذية أو الأجهزة الأمنية أو إلى آخره. فالآن صوت وقف الحرب أصبح أعلى، والدعوات لوقف الحرب داخليا وخارجيا أصبحت يعني في وضع أفضل من السابق، وينقصها فقط جدية الطرفين في يعني الالتزام بإعلاناتهم وعدم السماح ب يعني انتكاس هذه الجولة التي يمكن أن تشكل فرصة قبل الأخيرة لإنهاء الحرب. عموما هناك جو من التفاؤل بأن تنجح هذه الجولة في وقف الحرب. ذكرت يا دكتور أو أشرت لي أنه ما ينقص الجولة هو جدية الطرفين، فهل يمكننا أن نقرأ ما أوردته وزارة الخارجية السودانية في أنها بتتوقع إعلان هدنة خلال أيام بعد مؤشرات إيجابية في جدة بتشير بصورة أو بأخرى إلى إخلاء الدعم السريع لمنازل المواطنين والإفراج عن الأسرى هو شرط لنجاح مفاوضات جدة، بجانب تاني أنه يعني قائد قوات الدعم السريع طلع تسجيل صوتي يوم الاثنين أشار فيه لعدة قضايا، لكن أهمها أشار لأنه هم مستعدين لحل الأزمة عن طريق التفاوض والسلام. فهل ممكن نقرأ البيانات الخارجية وما جاء في حديث قائد قوات الدعم السريع نوع من الجدية في التفاوض؟ يعني أنا أعتقد ما يصدر من الخارجية السودانية أو باسم الخارجية السودانية ما يعني ليست له قيمة من فعلية في سير المفاوضات، لأن المفاوضات هي ما بين الجيش السوداني وما بين قوات الدعم السريع، خاصة وإنه منذ 25 أكتوبر لا توجد حكومة يعني بجهازها التنفيذي وحكومة بأجهزتها الدستورية وإنما يعني توجد سلطة انقلاب، والانقلاب عمل على يعني موضعة عناصر النظام البائد من الإسلاميين في مواقع السلطة، وبالتالي يتحدثون باسم الحكومة، ولكن عمليا يعني لا توجد حكومة، وبالتالي ما يصدر باسم الخارجية لا قيمة. ولكن ربما يعني باعتبار أن الذين هم على رأس الخارجية الآن هم عناصر النظام البائد من الإسلاميين ومن يعني الداعمين للحرب والاستمرار الحرب، فيمكن أن يعني ذلك رضوخ للموجة الحالية. أما إذا أخذناها من زاوية التصريحات التي يجب أن يعتد بها هو ما يصدر عن قيادة الجيش ممثلة في القائد العام أو نائب القائد العام أو ما يصدر عن الناطق الرسمي أو ما يصدر من ممثلي الجيش في المفاوضات. هذا هو الذي يمكن أن يعطينا مؤشرات نعتمد عليها، بما أنه ما صدر حتى الآن من كل هذه الدوائر في يعني مؤسسة الجيش هو باتجاه الجدية نحو الحل التفاوضي، فهو هذا يعطي الأمل.
سمع من خطاب جانب خطاب السيد محمد حمدان نقله نعم قائد الدعم السريع. من جانب ايضا هو يعني يشير الى استعدادهم للاستمرار في يعني في السير باتجاه الحل السلمي، وانهم على استعداد للتجاوب. هذا جانب ايضا نتمنى ان يكونوا صادقين وجادين، لانه اعتدنا في الهدنة السابقة انه يتم الاعلان عن الرغبة للحل السلمي والحل عبر التفاوض، ولكن لا تصمد الهدنة حتى ولو دقائق او ساعات، وكانت تعتبر الهدن مجرد محطات لالتقاط الانفاس واستئناف التصعيد على حساب المواطنين وعلى حساب البنية التحتية وعلى حساب البلد عموما. ولذلك ما صدر يعني العبرة ليست في الأقوال وإنما في الأفعال. وأما مسألة محاولة يعني تحديد شروط قبل الـ يعني الخضوع للجلسات، فهذا يعني مؤشر غير جيد، لأنه مسألة الأسرى، الخروج من مواقع المواطنين من هذا الجانب، أو الجانب الآخر إصلاح المؤسسة العسكرية أو غيره، هذا موقع غرف التفاوض يعني التفاهم خطوة خطوة، وقف إطلاق النار، الشروط وقف إطلاق النار، التزامات أي طرف المطلوب من الاثنين لكي ما يقوم به مشتركا يعني إنجاح الوقف الدائم لإطلاق النار وإلى ذلك. هذا لا يعني يتم نقاشه في التصريحات في الفضاءات العامة، وإنما الوفدين في وجود الوساطة وفق جدول أجندة محدد يحدد كل خطوة، والثانية والثالثة الملف الإنساني، الملف الأمني، الملف إلى آخره. أيضا يعني محاولة الطرفين إنه يربطوا الوقف الدائم للحرب بالترتيبات السياسية، الاثنين ليس لهم الحق في الخوض في أي ترتيبات سياسية، هم مكون عسكري واحد انقلب على السلطة المدنية الشرعية، اختلفوا مع بعض وأورثوا البلد هذه الحرب. وبالتالي هذا يعني خلاصته أهم ما فيه إنه الاثنين يجب أن لا يكون لهم أي علاقة بأي ترتيبات سياسية مستقبلا. سمع الدكتور، يعني علاقة نعم، يعني أنت الآن بتقول إنه يعني بتشير للترتيبات السياسية وبتقول إنه الطرفين ديل هم يعني قوات مسلحة نعم يجب لا يكون لهم أي دور في السياسة، لكن نعم يعني قيادات الدعم السريع في الفترة السابقة أصدرت قرار بتكوين لجنة للاتصالات السياسية. اللجنة دي معنية باللقاء بالقوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح كما هو وارد في القرار، إنه تعمل على عقد مشاورات واسعة بشأن الأزمة السودانية والحروب الراهنة والسبل المثلى للوصول لحل شامل يعالج الأزمة من جذورها بمشاركة جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية. ألا يعد هذا يعني محاولة أو دور سياسي تحاول قوات الدعم السريع القيام به؟ بالتأكيد بالتأكيد يعني، وهذا يتناقض مع توصيف قوات الدعم السريع يعني نفسها لنفسها، هل هي قوات نظامية عسكرية أم هي تنظيم سياسي عنده مشروع سياسي وعنده برنامج سياسي؟ يعني من متابعة هذه التصريحات وهذا النوع من الخطاب يعني منذ وقت، ومحاولة إيجاد محتوى سياسي للحرب، فهذا يدخل جماعة الدعم السريع في تناقض. من زاوية هم يتمسكون بأن لهم الحق كقوة نظامية أن يتم تعاملها كقوة تحتاج إلى ترتيبات أمنية معينة ضمن السعي نحو الجيش الواحد الموحد الوطني اللي عنده أهداف محددة. ومن جانب الآن يعني يتم طرح مشروعات سياسية، دولة 56،
ويعني الهامش والمركز والى اخره. وهذه اجنده سياسيه وليست اجنده عسكريه او امنيه. فيعني التوصيف الصحيح انها قوه شبه نظاميه اوجدتها ظروف سياسيه معروفه من في خلال النظام البائد، ويعني يهمها ان تكون لها يعني ترتيبات معينه ضمن مساله عمليه توحيد الجيوش. وهذه مساله يعني امنيه بحته، لا ينبغي ان تكون لها اي اطروحات سياسيه معينه. البعض يحاول ان يعطي محتوى سياسي، والبعض يحاول ان يعطي محتوى نظري للحرب لصالح هذا الطرف من جانب الدعم السريع الذي يعتبر مش برنامج يعني دولة 56 والمركز والهامش، ومن الجانب الآخر يعني فلول الإسلام السياسي داخل الأجهزة النظامية يطرحون حرب الكرامة والدفاع عن العقيدة. و الطرف الآخر يعني بموازاة مع قرار قيادات الدعم السريع بتكوين هذه اللجنة، الطرف الآخر الآن يعني يلاحظ أنه قيادات المؤتمر الوطني المحلول، قيادات النظام السابق الآن انخرطت في التجيش وفي دعم الجيش في الحرب، ويقال أنه يعني في اليومين السابقات المدعو أحمد هارون ومعه قيادات من المؤتمر الوطني عقدوا اجتماعات متعددة في كسلة، الحديث كله يدور حول الحرب ودعم الجيش وكده، هذا بقبول الجيش، يعني ما طالعنا أي تصريح من الجيش بيرفض المسألة دي أو بشير لأنه هي خارج إطار موافقته، المسألة داخل موافقته. إذن الطرفين منخرطين في المسألة السياسية لأبعد حد، لأي حد يمكن أي حل جاي يبعد الجيش من السياسة ويدمج الدعم السريع في جيش واحد مهني بعيد من التجاذبات السياسية. أي نعم، هي هذا هو مربط الفرس في هذه المحطة الآن. يعني مسألة يعني محاولة إعطاء غطاء سياسي للحرب، بينما هي بدأت يعني منذ يعني ما قبل 15 أبريل كان الحديث عن إنه هذه قوة نظامية متمردة ينبغي أن تستجيب للتوجيهات ول يعني التقاليد العسكرية المعروفة. ولكن حاول أيضا فلول النظام البائد استخدام مؤسسة الجيش لتمرير أجندته ولتمرير خطابهم بحثا عن يعني ثغرة للعودة مرة أخرى على ظهر الدبابة وعلى يعني أكتاف القوات المسلحة السودانية. يعني لم يتعز الجيش السوداني في تاريخه الطويل من أي فئة مثل ما تعز من عناصر الإسلام السياسي والإسلاميين اللي يعني خلال 30 عام أهملوا هذا الجيش ويعني استخدموه في يعني في حروبات منهكة بالنسبة له، واستغلوه استغلال سيء جدا وارهقوه. كانوا حتى يعني يبحثوا عن بناء يعني جيوش موازية، يعني كان بالنسبة لهم المجاهدين والكتائب والميليشيات هي يعني يتم بناءها على حساب الجيش الوطني السوداني اللي هم من أبناء السودان، ولكن هم فشلوا في ذلك. وفي نفس الوقت أزوا هذا الجيش الوطني، ولكن يظل الجيش السوداني هو جيش مهني لا انتماء سياسي له، وأي جهة تحاول أن تتحدث باسمه أو تستغله تكون هي يعني تقوم بعمل مؤذي ومضر بالنسبة للجيش السوداني، لأنه هو مؤسسة الشعب السوداني وليس لها أي لون سياسي، ولا من المصلحة أن يتم إصباغها بأي لون سياسي. وعلى هؤلاء الفلول أن يديروا معاركهم بعيدا عن مثل هذه المؤسسات، أن يواجهوا خصوماتهم بطريقتهم، أن يعني
يحاربوا بوسائلهم، ولكن أن يحاولوا أن يعطوا مشروعية وشرعية لكتائبهم ولمجموعاتهم المسلحة تحت مظلة القوات المسلحة، فهذا أمر يعني غير مقبول وأمر مؤذي لهذه المؤسسة. دكتور ومن جانب أيضا مطلوب من قيادة المؤسسة أن يعني تبعد مثل هؤلاء أو تلجم مثل هؤلاء من الحديث باسمها أو محاولة يعني استغلالها وتمرير أجندتهم عبرها. دكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا. شكرا جزيلا.